يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية بعدني أقول لك فرحة وخير وآية فيها حب كبير وترنيمة يا من المزامير في آية أهلا بيكم أحبائي المشاهدين ويوم جديد ومن جديد وحلقة جديدة من برنامجنا آية وترنيمية. آية النهاردة فيها تحريض، فيها تحذير، فيها كلام مهم بس مش للناس كلها، لكل واحد فينا. أولا اسمح لي أقول لحضرتك ده مهم ليك قبل ما يكون مهم لأي حد، وأنا النهاردة هشجعك أنك تسمع معايا الآية دي وتحفظها وتحطها نصب عينيك. آية النهاردة من سفر الأمثال أصحاح 27 وعدد 1. كلنا عارفين سفر الأمثال بياخد آية واحدة أو بياخد مقطع واحد من اختبار عملي في الحياة. يعني إيه اختبار عملي في الحياة؟ يعني زي خبرة أو تجربة أو شيء الناس حصل معاها قبل كده، فبتاخدوا كلمة ربنا وبتحطوا في منظور إلهي حكيم. كاتب الآية بتاعتنا بيقول في أمثال 27 وعدد 1 بيقول لا تفتخر بالغد. تعالى كده افتح كتابك المقدس، أو من فضلك لو أنت مش معاك كتاب تابع معنا على الشاشة الآية بتاعتنا. لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يلده اليوم أو ماذا يلده يوم. إيه اللي بيولده يوم؟ وجايبها مبنية للمجهول عشان يقول إنك ما تعرفش إيه اللي ممكن اليوم يحمله، أو أي يوم، مش اليوم ده بس، مش اليوم ده بس، لكن أي يوم تاني. يلا نحفظ الآية مع بعض، يلا نقول سوا مع بعض أمثال 27:1. لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يلده يوم. يلا نقول تاني، لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يلده يوم. أمثال 27 عدد 1. غمض عينيك كده وسمع الآية دي، قول معايا لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يلده يوم. أمثال 27:1. أنا أشجعك النهاردة في الكلمات البسيطة دي إنك تحسن الحكم على الأمور بالنسبة لبكرة. التأجيل عبارة عن سهم من سهام الشرير الملتهبة اللي دايما يضربه ويصوبه عندما تسمع كلمة من الله. يروح يقولك الكلام ده حلو قوي وجميل جدا جدا، بس يا عم يعني ما طارتش الدنيا، خليه بكرة، خليه بعدين. أنا أشجعك النهاردة من فضلك بقولك بلسان مختبر محب، وبقولك بقلب جاي، بقولك من خلال النافذة اللي انت بتسمع منها دلوقتي لأمر حياتك الأبدية. اوعى تأجل حياتك مع ربنا، اوعى تأجل شغل ربنا في حياتك، اوعى تأجل انك تستقيم في حياتك مع الله. اوعى تأجل. ضربة بيشتغل بيها العدو وبينجز بيها وبينجح بيها وبيجيب بيها أهداف كثيرة جدا في حياتنا، ومن تأجيل لتأجيل لتأجيل، ونحط أهميات كتير جدا وأهميات عظمى وأولويات كتير جدا، وللأسف الشديد بنحط أمور الله بعدين. لا تفتخر بغد، ما تقولش أنا بكرة هعمل وهساوي وهجيب وودي. لا تفتخر بالغد لأنك لا تعلم ماذا يلده يوم. أنت مش عارف القصة ممكن تكون فيها إيه في اليوم بتاع النهاردة، أو أي يوم ممكن يكون مخبي لك إيه. ترنيمتنا النهاردة بتقول حاجة مهمة، ترنيمتنا النهاردة بتقول اوعى تأجل وتقول بكرة، وبكرة يعدي زي مبارح، يوم ورا يوم العمر بيجري وفكرك دايما تايه سارح. عارف لو فكرت في محبة ربنا ليك وفي الصليب هتلاقي نفسك بتقول لربنا أنا مش هبعد
عن حياتي معاك، ولا حروح يمين ولا شمال، أنا حياتي ليك وحياتي معاك. لو جه في أي يوم شمعة عمري طفت أنا هكون معاك، لو جه في يوم من الأيام شمعة حياتي خلصت هنور هناك. تعال نسمع التانية اللي جاية. اوعى تأجل وتقول بكرة، بكرة يعدي زي امبارح، يوم ورا يوم العمر بيجري وفكرك دايما تيسرح. طب راجع نفسك واسأل مرة، ليه انا جيت من السما علشانك؟ طب راجع نفسك واسأل مرة، ليه انا جيت من السما علشانك؟ ليه ضربوني؟ ليه صلبوني؟ حكم الموت نفذته بدالك. ليه ضربوني؟ ليه صلبوني؟ حكم الموت نفذته بدالك. مهما اداك العالم باطل وبيغريك ابليس الماكر، ماشي وراه ومعصب عينك، ساحب ايدك وانت الخاسر. طب راجع نفسك واسأل مرة، ليه انا جيت من السما علشانك؟ طب راجع نفسك واسأل مرة، ليه انا جيت من السما علشانك؟ ليه ضربوني؟ ليه صلبوني؟ حكم الموت نفذته بدالك. ليه ضربوني؟ ليه صلبوني؟ حكم الموت نفذته بدالك. انا حبيتك انت يا خاطي، دمي فديتك وانت العاصي، ما هنش علي اسقيك من كاسي، وبرضو في غيك قلبك قاسي. انا حبيتك انت يا خاطي، بدمي فديتك وانت العاصي، ما هنش علي اسقيك من كاسي، وبرضو في غيك قلبك قاسي. طب راجع نفسك واسأل مرة، ساعتها هتعرف ليه صلبوني. طب راجع نفسك واسأل مرة، ساعتها هتعرف ليه صلبوني. محبة أبدية أحببتك، يلا تعالى أنا مستني، ده كل ما عندي هو لأجلك، يلا تعالى عيش متهني. محبة أبدية أحببتك، يلا تعالى أنا مستني، ده كل ما عندي هو لأجلك، يلا تعالى عيش متهني. أنا مستني تعيش متهني. اقبل يا رب النهاردة توبتي ورجوعي ليك. أنا مش عارف بكرة في إيه، لكن أعرف إن أنت إله النهاردة وإله بكرة. بحط حياتي عندك، أسلمك عمري وحياتي، أعيش متهني، ومش هخليك تاني مستني. ليك المجد، أمين. ربنا يديك يوم طيب وجميل. يسعد صباحك وصباحنا، بنسمة تنعش أرواحنا، ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية. سمعت في الآية إنجيل، فرحان معايا بالترتيل، يملى حياتك بالتهليل، يومك بخير طيب وجميل.